وحان سيجارة وباقي دولة فدرالكا مدحوينها إيو مسؤولين تي دبا إني كتن الزلان حريتان كل حريق قدوميها حزب جا مدن تمجلع سيد الدقن أسود دايان أنا مدح بنانيان شقديسة أو أفكار تيسة أو شعبك هرنقاي سيدو كله قدومي حزبك نبدأ مدن عبد الله الشحسن إن أسقنا محكمة اللغو ياري أو الهندده هايو وهو حيابة عن صومالي ده قبن دستورك صومالي أو فدرال كان عنكو قبن كل إحدان كان عنكو قولي شعبك صومالي ده أنا أقلين حقوق ده إنسان كان كوحد قدو كده كميت مركو حان رجينا يا إن لبضة بلغت تنزلو لونه مدح بنانيه أيجا أنت كلو سومالي ده حزبياش أو نبض كشقين هاي وأفكار تودو ليه هاي وبيسك وذا الشقين تا يصونولين تبلشدا يكلسون لسيدا قرن مدى سومالي دول وحان كلو غبا غايا مدحوينها هي حكومة دا هي برلمان كا هي رئيس وزارة هي مسؤولين تا وزير دا سكاران وزير كارما جدا هي وزير كأمن جا إذا عاد الشباب اللي يورياشي سوى دوكتا دستور كي ندامكو حقبا فرطان يشان معلومات كبدا إن قفك محكمة لاهور كانوا لا نصوبية لكن وريال مو بكو جرامبي ورياش وحكم دين حقوق الإنسان كا دادك لا إذا عدا حرطة إن لا مدح بناني شخص دين يقوتان قار حبسك حد كو جران إي كو جرين كو حنوسين أو حتى لسينين تقاتيرتي يقرشي أي عفمات كودا كو ناكسنان لها مركا ريما سبحان الله باغي سيده دغه مركو ورياشه او لوغ لاي سوماليا غار اهان مقدشو او ديبدان لو گيست مودده حد لا سو دافاي وحان رجينا ان سي گوني اه ال دولده او سو بيس اون مدح بنانيسو واجب كود اني گوتان شعب سوماليدان ميل كسته جوغان لا شقيان ان كو حبسي كو جيرن لسيدايو لغانا كافتوما ان لهنددو اذا عدا حورتا اما قرشا حورتا دستور كي كو تالا نيگوشيشن كلابا سني بر سعودي Nairobi ee lagu soo dhisay nidaamka hadda Soomaaliya jiro oo base-ka nabad ah oo intii dad ee masuuliyiin ee lam laga wada siixay ayada ugu horeys wax laga hadlay ee in loo madax banaaneeyo idaacadda xorta Soomaali Republic ee tahay Republic ee tahay ee xortahay awooda dadweynaha tahay afkaartana waxa gudbin lahaa ida waxa weey waa wariyashu marka inta uu bar la siiyo loo madax banaaneeyo shaqadooda garabna lagu siiyo shaqadooda siyaasi kasto iyo muwaadin kasto madaxweynaha ugu sareeyo inuu oo u yeero raali geliyo xaflad ugu qabto madaxtooyada oo mar dambanaysa dhicin ayagana ma garanaysa international community ga loo sheego in arinta Soomaaliya mar dambe is fulinay atana waxaan rabaa inaan ugu baaqo nabad shacabka Soomaaliya meel kasta joogan gaar ahaan waxaan ugu baaqayaa mudanaha Cabdiweli Puntland inu aqoontiisa ugu faa'iideeyo shacabka Soomaaliyeed oo nabadda ka tanzulin oo soo dhigo bandhigo qorsheyaal shacabka lagu hormarin karo waxbarashadooda nabadooda waxqabadka wada shaqeynta iyo isku soo dhawaanta dadka walaalaha wada deegaanka shacabka Soomaaliyeed waxa meesha hadda dhigay ama culaysadu keenay waxa weey qabaailka waa nidaamka qabaailka Rasuulka (NNKH) 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 aad buu ugu digaar intaas haatanna waxay la tahay waayo aragnimo badan inuu ka faa'iidaayo wuxuu joogaa bartii ugu muhiimsanayd dalka Soomaaliya waa gobolada dhexe nabadda loogu baaqay inuu qayb fiican ka qaato oo tanazul badan muujiyo oo odayaashii isku wada jiray deegaankaas maanta waa ka tageen laba mas'uul oo aad u qiimo badan Allaah u naxariisto Janaa Maxamed Faarax Ciidid iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allaah u naxariisto ayaa nabadaas beeskeedii hore dhigay marka maanta waxa la rabaa generationka cusub waqtigii oo dagaalogayaasha waa dhamaadeen waxaan ugu baaqayaa sidoo kale mudane Cabdi Qaydiid
لبسنا الكورن وباغي هادن وباغيا إنه أذن نقض أو بنان كيستا وحي مامل يهول أه أو نقض ميد أفكار تيسا شالدات كي أغانت وكدغي وأركي إنسى كي يلين إنه مامل مركو حان ودغا يا وغون باغيا مركو وأنين أديركي هادو جعلهاي وأنين ولالكي أه ثلاثة وحاوي هذا كنور مركا سجن وحان وباغيا أنت لميدة إني مملكة الشعب قبل هذا الحد السنة يان أي كنا قدان ضد كنا بده هرسيدة هي أو لطلنا هي أنا كسب حام بقبل كاس أو كسب لابتو دكان كي مقدشو أما قرنك بل قرن وقبت هذا كور السجن أنت أصلا وباقة يا أنت لميدة مسؤول كستو هل قرن سرق قبتنا وحان وباقة يا إني دكان ندو دي أذان كشقيان نبضة إني شعب كودا دغستان وحي دنين أيام دوت كان أيجا أي شيغان هاي دورن هاي قفكي وأركان إنو كبحين كرو حالات دا مانتي تنزلات أي لوبا هاي 4.5 يا قبيل يا لبنان وأكتر وحنا مرسي إلا هاد الدول المدى الصومالي وديك الأذاي وحان رجينا مركين وحي خلدميس أي نقطة بيس كل غصي حلها خف كستم وادنا لو لقام مارمو أضياش لقنك هوينك دلني رضا أقولي هنك دياس برضا إن حل رادس كنتي ماشي على سكديو إن لقاش قيو سيدي لوهر مرين لها نبدا وأريمها أن أنه أتو طبعا بشوي سنة يكخيب قادم دون مامل كاس ينبداس وحانو ما هذا علنا يا مسؤولين تا عدادو مرتقات كي يفيدين نبدا هنا كلا غيب قاتو ولا له الشعب الصومالي دو مسلمين تاع وحان سيدو كلا دولد حسن شيخ ان وباغيا ان هندداد لغا جوجيو حزبياشا مسؤولين تاع هذا الحرنة إن لسودايو لونا فصحو شعب كصوماليات أفكارته ذي إنك جود بسلاح حزبياش وحلاوة دجالي وحن نظام كي ديكتاتر كلود دي وحن جوميستي إنجليز كي تلياني كلود دي وحاول إن لهلو مدنما وحل ويلي كرا أفكارت إن لبحشو أفكارتنا وحل جود بحين كرا حزبياش وأنا شرعي إنترناشنال كأه oo xurka ah awooda shacabka oo dadweynaha waxana ugu baaqayaa in xisbiyaasha ay alliance subsidan shacabkana ay wax dhabta u qabanayaan u sheegan wixii afkooda ka sheegan inay si cad u fuliyaan qalbigooda iyo afkooda israacsan sidoo kale waxaan ugu baaqayaa waqtiga urdimeedida naftigooda waa dhamaadeen شعب كان ديب كلام مسي هيلكرو إن إنترناشنال كوميونيتي جانا أي جوجيان وارسيا إرك يبدأ يقولك سومالي ستة سنين ديب كوجستا إن لله هذا الله فيديو سيد الدولة النيجيريا يسوي بسي قف ولا بقف بعد دلي قف ولا بقف بع لهاد لكرو عنك بعد دلي يرد إن لله هذا الله إن دخل علين لا يسوي شن كون كبدنا هذا حبسي جحمر كحرن مركان ويدي ورد بولشدنا واحد أنت يقولي مد كم بلا هاي دهن واحد لكن علين لوسو بيه ماله مرة أول سيد دوينه قارقود سدح سنة حريين قارقود شن سنة حريين حبسك نفتي جيس سراكيشي مركز سكفك كرام الدربان حبسك لما يقف سن كرام حبسك عشان لقومة اللي جنشان كون إن لقوا هاي مرة واحد يلا حقوق هذه مجي كم تاي قفك إن لكن علين لوسو بيه واحد برش الله سيو خور مر حبسك سو كجر الله سيو مرة وبحنا بولشد سو أقول لعمل لها أو لوسو بيه واحد أنت اسمه يسدين qolkii kooda jiraan kooda sheekaysanaya shalasi ahayn si ka daran hadii ku soo baxayaan arintaasna waxyaabaha ay ka gaabisay ka mid tahay xukuumadda ururada bulshada hadii u xil saar lahayd hawsha soo ful lahayn marka ayadana waxaan arkaa in hadda odayaasha horena asmare aan kula kulanay way ogaayeen qaladaadkooda hadda waxay la tahay inay saxeen badankooda waxaan rajaynayaa marka inay shacabkooda soo dhexgalaan annaga hal ummadana ku ligeen isku luqad ah isku diin ah hal farac ka yimid
Somali Republic waa wadan hal ah shacabkeedu waa hal 13 dhalinyaro Cabdulla Ciise oo gaaminay gudoomiyaha ururkii SWL ayaa UN ka keenay si fudud Talyaani Ingiriisina banaanka dhigay xurriyadana keenay calanka keenay ciidanka xoogga dalka booliska dhis marka intaas waxa loo subin waayay maanta ka aqoon badanna oo Soomaali 3 milyan dibad jirto gudahaana in ka badan joogto in la xalin waayo waa waxaan suurtagal ahayn marka waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed mar gadaal isku fiiriyaan dhalinyarada iyo aqoonyahankan hal la siiyo chance ee maamulada iyo howlada ay fuliyaan howlaha hantida dadweynaha waxaan ugu baaqayaa xukuumadda ha ka fiirsato burburinta ama ku xadgudubka saddex dowladood oo ku meel gaar ah waxaa xilka loogu qaaday oo tii ugu dambeysay dowladii ugu sarsareeyantay yimaadaan 149 milyan ayaa la lunsaday saddex ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iyo wasiiradiisa korka laga saaray international community gabad ogeeday marka qoladii lagu bedelo hadda ay joogtana oo xasan sheekh madax u yahayna in madaxweynaha ra'iisul wasaare isheystaan oo khilaaf joogto ah oo jirana ma aha mid wax ku socon karaan marka ayaan waxaan u soo jeedinayaa golayaasha xisbiyaasha iyo golayaasha baarlamaanka iyo mudaniyaasha baarlamaanka oo si xun loo xasuuqo gabadhii saad ugu dambeysay magaalada xamar lagu xasuuqo iyadana ha laga kaaftoomo xamar waxay noqotay meel dadka lagu dilo xildhibaanka oo qof la doortay oo muwaadin ah oo dibadda ugu soo tagay waddankeeda inay wax u qabato iyo ragbo meesha in lagu laayo meesha ma qabato marka waxyaabaha aad u burburiyay ka mid tahay maanta qof dhigi kara maal maanta muqdisho siyaasi aan nabadu ku jooga 150 ka badan ayaga soo wacday madaxa Nairobi marka hadda soonka aan joogay bishi soonka ee London waxay dhahayn nabadgelyadeena khatar ku jirtaa waxaan keenayaa qof dumar ah oo masaakiin ah carruurtooda dadkeeda ka soo tagta waddankeeda inay wax u qabato xamar u timid in lagu burburiyo 700,300 oo ami soomaa meel joogto waxaan ka soo shaqeyn jiray Los Angeles 35 milyan ku nool 700,000 booliis ah ayaa sugta nabadgelyada magaalada Los Angeles duqa magaaladana 10 sano ugu soo shaqeeyay in 17,300 oo maantay ka tagay magaaladan General Kaihura waa ninka booliiska ugu sarreeya waddanka oo xafladda xorriyadda maanta qabtay magaaladan 4 milyan waa magaalada maxaa la yiraahdaa waddanka Uganda magaaladan waa 4 milyan ee bar iyadoo wax walba lagu suubiyay haddana nabadgelyadu sugan marka in saada lagu toogto waxna qabta maaha taariikhdan waa sheegi doontaa arrimaha oo waxa weeye dowladnimo kuma jirto arrimaha magaalada Muqdisho nabadeynteedii laga shaqeeyay muddo dheer 16 sano maaha mid la ogol yahay ee socoto marka waxaan rabaa arrimahaas marka dumarka lagu burburinayo dadka hortiis oo siyaasiyiinta lagu burburinayo xildhibaanada la handadaayo oo xisbiyaasha mas-uuliyiintooda la xirayo oo xisbiyaasha 2 sano bar gor gadaal loo dhigay Amison meeshaan siyaasaddan iyo African Union meeshaan igu yimaadeen waxay dhahayeen 6 bilood dowladda marka la dhisay waxay ahayd inay ogolaato xisbiyaasha inay fasaxdo inta nabadda ah oo Amison joogtay inta Soomaalida nabaddaan boksi la dhigo 2016 election-ka dhaw hadda suurtagal ma xataa 2016 gadaal inoogu dhacday dhan maxay yeelay dawladdu ma qaban qorshayaasha la rabay baarlamaanka dastuurka ma dhameyn qorshayaasha lama soo bin wixii dhan gadaal waxa mas-uuliyadda iskale mas-uuliyaddaas Xasan Sheekh iskale waxay la asagaa xil loo dhiibay mas-uuliyad ugu sarreysa qofkii xilka aan gudan baarlamaanka waa la leeyahay prime minister waa la leeyahay wasiirad waa la leeyahay laakiin mas-uulka ugu sarreeya waa baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saddexdoodana khilaaf ka bixi laayeen alle khilaafkan waa jiray kuwii ka horreeyay waa jiray xayal nidaam kan hadduu si soconayn dastuurka lagu qoro nidaam shacabka ay hoggaaminta ay ku fiican tahay oo dadka lagu wadi karo marka aniga mabaadiida aan lahaa islahaa sacad hantida hala dhowro bangiga dhexe cabasho badana ka imaanayso hantida dekedii airportka cabasho badana ka imaanayso corruptionku waa badan yahay la dhooya international community-ga waxaa la rabaa marka transparency in la suubiyo oo laga waayo aragnimo lagu qaato maamuladii hore maxay u burbureen soomaalida maxaa trust loogu suubinay international community marka waxaan rajaynayaa madaxweynaha wuxuu yiri hadda waxaan dhisay bankiga dhexe maamulkiisa bankiga dhexe waxaa laga rabaa inuu trust leeyahay hantida qaranka oo xiran dibadda iyo midda gudaha in ay maamul iyo system ku baxdo baarlamaanka la marsiiyo
شعبك الصومالي إنه أوجي هاي وحلا وقوقة بناية إن هنتدي الودة قالوا أو مجرد نسم إسكو خبصان ما دحدي سرق أما برلمان كي لو كرب قري أما قرشية دما نبض الوجود إنترناشيونال كوميونيتي إيربور كسكفر ليدو يو إن كي نيشن بيلدينج ما دحدي دي كنترا هذا اللي سي ما دحدي إيربور كفر ليدو قاركود وإيساو عنو حيدا وإسكفر لنا وحن توبر نمال وزيري دي يأقون يهن كي توب أيقو مقعابان شنكون كبادنا هذا شغالها الدولة ومقعابان wax wax barash wax oo ka faa'iideysta male in hay'adda international ku cirka iyo dhulka iyo bada in Soomaali lagu soo wareejiyo wali waxa gacanta ku haysto ee maxaa jiraadaa in Mandela ayay dad ajnabi ah gacanta ku haysto marka waxaan u soo bogaadinayaa waxyaabahan hore u wada jireen 16kii sanana wax horumar haddii lama soo gudbin waxaan sidoo kale waayay aragnimadeeda rabaa inaan ugu bogaadiyo xuquuqul insaanka qodobada ugu muhiimsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Somali Republic ku yaala dokumentigeeda talyaani ingiriis ku qoran yahay tahay qofka shakhsiga oo muwaadinka oo Soomaaliyeed xuquuq diimeed iyo xuquuq wadaniyeed iyo xuquuq oo international community ga UN ka Soomaali hubinay ka tahay ayuu leeyahay aan lagu xad gudbi karin muwaadinimadiisa haduu aabis iyo hooyadii Soomaali tahay calanka Soomaaliin hoos joogo asoo 13 jir aan lagu dhex toogto oo liiraada argagixisa tahay waa arin aan ku oolin nidaamka dastuuriga ah diinteena suubanaysa ku oolin sharciina aheen shacabka Soomaalina aad ugu danqanay ee nidaamka arimaha gudahaana ku oolin iyo xeeralinta iyo maxkamadaha gobolka ku degmada xuquuqul insaanka booliska laga rabaa inay hirgeliyaan marka waxaan leeyahay ka tanzulaan hay'ada isku dayay qofka muwaadinka Soomaaliyeed shuruud la'aan in loo toogto in la xiro in la jirdi lagu suubiyo in magaranaysa in la xumeeyo gabadha Soomaalida iyo wiilka Soomaaliga ah in lagu tilmaamo argagixis inay yihiin waxaan Soomaalida qaban waa wa og yihiin wasaaradaas 4 sano aniga ayay waana ogsoontiin mas'uuliyad ka tirsan السوق كده على سوماليا لحية طبعا إلا تدوي طبعا كم ده هروش يالهيج للسوق أي وقت للسوق أي إما عيدو ده اللي كانوا عينه كل ما تي موادن كسومالي حقوق دي لو جرجلاد إنترناشيونال كوميونيتي هذا بيش سونك بيش هذا أو عرف كار عميسون نفتي جدا لو صار صار أنت حقوق أي سومالي جردل كسو بس أما حبت كوردي عميسون نفتي جدا لندن أو بيسك إن هيمراتس كها ربورة كسو سارة ودكسونتين مركو واحد ولا بربورة كجرو سجاشي لبدي مركي مراكي يمادين ربورة على خوري تدبل الله يرا بارتي قرط كي إجلين قف ولا باص سومالي حمر لوجود لي واربور غريسين ولا سكو يمان دونا وحال سكو الدولين من سومالي مرك هذانا مسؤولين تا لو كون إلا بدي وحكة دم بي دولة عبد القاسم أيها السيح دي قف كي مس مجا مسؤولية أسوأ وزارة الشيخان هاي ama xil sheeganaayo ama taliye sheeganaayo ku xasuuqo muwaadin Soomaaliyeed waa la la xisaabtami doona wixii 2002 ka horeeyay waa is caafiyay madaxweynaha siixay sababta madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha ku xigeenka ay alheeg ugu jiraan oo loo baarayo inaan faantin waa dawladda Kenya oo dawlad xorriyad ilaa 63 civil war aan gelin hadii maxkamad la saarayo waa garan kartaa 16 muwaadin oo dawladdi aniga aan kamid ahaa oo dib u dib prime minister ka aha kana aha wasiirka arrimaha gudaha waxa la sugoya xisbiyaashi taakuleeyay xasuuqa xamar ka dhacay ee Soomaaliya had gudubki lagu suubiyay suuqa Soomaaliya magacyadooda Arusha taala waxa taa first secretary waxa ka ah Maxamed Diiri si aad uu igu sheegay igu soo dhiibay hadda uu joogaa safaaradda waxa way Tanzania Soomaaliya ninka ayay فر سكرتيريكا والله ياري سفارة ده والله تسي مقاعد مركو حان رجينا مركا مسؤولين تما انت كنت تكرف على شعبك الصومالي وحسوق هاي تدعي تمن جرك ارجع حسابات كنت المام هاي انا لا حساب تمي دون انا الاوجين تضبي طبعا كن او عيدنا ماشي فريد او ريبور بحينش الحين انا مسؤولين وكم دي عددك مسؤولين اللي لودي بارد الصومالي جوجستا انت جوجو وكم تاي مسكي ايمان انا والي والي كان وحن talada ayaa meesha ka bixinaya marka marna had gudubka qofka muwaadinka
إنه جورجيس نبض كأدو جورجيس كويماد وامد وجوه الرئيس الهرمر يقرن ماذا بيس كده مركو حلا يا إن شاء الله سبحانه وتعالى مسؤولين تحلك هاي حلكوا علوسيا مركو هرب هنا كفير ستي دوا واحد طلبة قاديس أيجن إله لقب تودو عيننا ما كجرب هذا لنا ولا تلنا لكن حال هاي ده إن الجوعان مونيتر كرينا إذا ما نكون جيران وطن كريبورتن لخورا يقعد